الأحداث ببداية الفيديو كلها كانت حقيقية؟ وهل مرض الكورونا خطير لهذه الدرجة أو أنه مجرد دراما؟ حالة طوارئ عالمية، مدن تغلق بالكامل، عشرات الآلاف من المصابين ووفيات تزداد يوميا. يقفز من دولة إلى أخرى ليحصد اقتصادها وسمعتها وأرواح بعض سكانها. كذلك فعل بالصين وإيران ويهدد كل العالم ولا أحد بمأمن منه. كورونا الجديد، هل سيقتل ملايين البشر؟ للأسف الشديد أنا مريض كورونا وهذه هي قصتي. انتقل لي هذا الفيروس وانا مسافر لاحد الدول، وكنت ماخذ موضوع التوعيه من هذا المرض باللامبالاه وعدم الجديه، وعن طريق ملامستي لاحد الاسطح انتقل لي المرض. في هذه اللحظه لو كان فكرت بطريقه وقائيه وما كان لمست هذا السطح وكان اخذت الاجراء اللازم عشان احمي نفسي ما كان جاني المرض. وبعد ما انتقلت العدوى فيني ما كنت متاكد انه جاني المرض ولا لا. وانا خارج من البيت الوالده كانت تقول لي يا جودي اجلس 14 يوم في غرفتك عشان تتاكد انه ما فيك المرض. وفي هذه اللحظه لو كان سمعت كلام الوالده ما كان نشرت المرض بين اصحابي بهذه السرعه. لازم ومهم انكم تسووا الحجر المنزلي عشان تتاكد من خلوك من المرض. فعشان كده إلاف الحين راح تعلمك كيف تسوي الحجر المنزلي بطريقه بسيطه. أنا توا جيت من المطار ولازم ندير حجر صحي، ولكن يا ترى شنو هو الحجر الصحي أصلا؟ هو إجراء وقائي للتقليل من خطر انتشار الفيروس اللي هو في حالتنا إحنا كورونا. الإجراء يأكد إن أنت ما تنشرش الفيروس لغيرك أو تاخذ الفيروس أصلا، ولكن مدة الإجراء هذا 14 يوم وإنتوا بس في البيت. وبحكم إن 14 يوم فترة طويلة في حاجات لازم انتو تديروهم. اول شيء لازم تقيسوا درجة حرارتكم كل يوم وما تفوتوش ولا يوم. غير هيك لازم تاكلوا اكل يقوي مناعتكم زي البرتقال، ولو ما تحبوش البرتقال فيتامين سي. وارجوكم ما تنسوش ان دايما تعقموا ايديكم، بس انتو خلوا عندكم واحد احتياطي. وطبعا اهتموا بنظافتكم الشخصية وخلوا عندكم مقتنياتكم الخاصة بيكم وما تلمسوش حاجات غيركم. وبدل ما نخلوا ال 14 يوم هذوما مملين ومليانين بالرعب، ممكن احنا نستفيدوا من وقتنا، زي مثلا نقرا كتب، نقرا قائمه طويله من الكتب اللي ديما نقولوا هنقراهم ولا عملنا قريناها، فاستفيدوا من وقتكم. او مثلا نديروا رياضه بدل ما احنا قاعدين يعني نستفيد شويه من وقتنا. او ممكن ان احنا نديروا اكبر تحدي ان احنا نحضروا سلسله مسلسلات. وبس اتمنى انتم استفدتوا من نصايحي. توا خلينا نشوف باقي قصة جودي. خذوا الأمر بجدية واستفيدوا من كلام إلاف وأجلس في بيتك عشان ما يصيبكم المرض، وعشان تتأكدوا إنه لو فيكم الفيروس ما ينتشر للناس. وإن شاء الله تكونوا استفدتم من المقطع، ويلا مع السلامة. في هذه اللحظة جودي سكيت ما قفل الكاميرا. خلونا نشوف هل جودي سكيت ملتزم بأدوات الوقاية وماخذ الأمر بجدية، ولا قاعد بس يتكلم وما يطبق الموضوع. كويس عرفت تتكلم قدام الكاميرا. يا اخي اقسم بالله طفشت وانا قاعد اوعي الناس ومدري ايش، يعني بالله هذا المرض راح يصيبني بلا كمام وبلا قلفز وبلا حم. احتريت وانا لابس الكمام، والله احتريت. سلام. لازم تاخذوا كل الموضوع بجديه، مو زي ما انا سويت، اتكلمت عن الموضوع وانا بنفسي ما طبقته لين صرت مريض كورونا.